لازم تكون فاهم كويس جدا جدا علاقة الكلاينت بالبرودكت، يعني لازم لما انت تكون بتبيع برودكت معين او بتبيع بروجكت معين او شغال على بروجكت محدد، لازم تكون فاهم كويس جدا جدا علاقة الكلاينت بالبرودكت ده او بالبروجكت ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يكون في عندك عميل والمفروض ان هو بيشتري البرودكت ده او البروجكت ده، او ان هو المفروض انترستد ببرودكت معين او ببروجكت من البروجكتس اللي انت بتشتغل عليها، تكون فاهم علاقته بيه. يعني ايه علاقه الكاستمر بالبرودكت؟ يعني هل هو محتاج دايما البرودكت ده يكون عليه ابديت؟ الاد فاليو او الفاليو بروبوزيشن اللي انت بتضيفها، القيمه المضافه للبرودكت ايه اللي هو محتاجها؟ هل هو محتاج كماليات للبرودكت ده او للبرودكت ده محتاج تعالى كده مثلا ناخد مثال، هو دايما دايما مما بيحتاج قطعة من الريال استيت، او محتاج فيلا، او محتاج شقة او دوين هاوس او ايا كان اللي هو محتاجه، فهو محتاج ان هي يتعمل عليها تشطيبات. فدي كماليات، حاجات هو محتاجها، حاجة هو محتاج تتكمل عليها. هل هو محتاج منتجات تانية تتكمل على ده؟ يعني مثلا انت دلوقتي بتطلع له بروجكت مثلا فيلا، طب هل هو الفيلا دي محتاج عليها برودكت تاني علشان او سيرفيس تاني علشان يكمل؟ اه هو محتاج ان هو يقفل الـ مثلا يبتدي يبني جناين جوه الفيلا، او يراعيها، او يحتاج زي ما كنا بنتكلم عن المانجمنت سيرفيس. تمام. طب هل هو محتاج تفاصيل تانية؟ محتاج يدمج البروجكت ده مع بروجكت تاني؟ هل هو محتاج امتى يفكر ان هو يستغنى عن البروجكت ده او يستغنى عن البرودكت ده؟ المفروض ان هو مثلا تفكر هل في اختلافات ما بين الكلاينتس نفسهم، يعني مثلا هل في واحد بيفضل الهوم بتاعه بطريقه معينه، وناس كل واحد ليه تفضيلات. طب ايه التفضيلات اللي الناس بتفضلها؟ هل هو بيفضل مساحات معينه؟ هل هو بيفضل اقساط معينه؟ هل هو بيفضل ان هو ما يدفعش مقدم، هو بيفضل لا ان هو يشتغل على مثلا اقساط متساويه؟ لازم أنا افكر كويس جدا جدا بكل الحاجات الريليشن ما بين الكلاينت نفسه، تمام، وما بين البرودكت نفسه. تعالى كده نطبق ده، او تعالى كده نطبق الكلام ده ونشوف ده ممكن نطبقه ازاي، او ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نفهم. انا دلوقتي لو في كلاينت المفروض هيشتري مني، في كلاينت هيشتري مني، هيشتري كام قطعه مني؟ هل هو معظم الناس بتشتري شقتين فيلتين تو مثلا برانش، او تو مثلا محلين؟ هل هو مثلا محتاج ان هو يشتري شاليهين؟ لا، هو معظم الناس بيشتري البرودكت بتاعي او البروجكت مني مره واحده بس، بيشتري البروجكت مني مره واحده بس. يبقى ايه الكميات اللي المفروض بيشتري منها؟ هو بيشتري مني مرة واحدة بس. طب هل البرودكت بتاعي ده بيحتاج حاجة تكمله؟ تمام. هل هو محتاج البرودكت ده يكون معاه برودكت تاني، أو يكون بيكمل عليه برودكت تاني؟ أو هو محتاج المفروض شقة، تمام. طيب بس الشقة دي لازم يكون معاها أو ريليشن بيها، يكون مثلا ساعات في ناس بتحتاج يكون ليها جاردن مثلا، تمام. غير ان ليها جاردن، في ناس بتحتاج دايما دايما الجراشات، تمام. في ناس بتحتاج لو هو بيشتري مثلا، تعالى كده بيشتري شاليه مثلا، او محتاج ان هو الشاليه ده يكون معاه مثلا معاه روف، تمام. الشاليه يكون ليه روف فوق او ليه سطح مكشوف، تمام. طيب خلاص، يعني لازم تكون فاهم جدا جدا الكلاينت اللي بيجي وبيشتغل على البرودكت بتاعي او بياخد البروجكت بتاعي، هل هو بيكون بيفضل ده ولا لا؟ طب ده هيفرق معايا في ايه؟ خليك كده دايما دايما لما تيجي تشتغل على اي حاجه او تاخد معلومه او تفهم معلومه، تكون عارف ده هيفرق معايا في ايه. خلاص انا خلاص درست وفهمت ان الكلاينت بيحتاج الكلام ده كله، طب ده هيفرق معايا في ايه؟ او انا ده هستخدمه في ايه؟
ده هيفرق معاك في فهمك للكلاينت نفسه وطبيعه البرودكت اللي تقدمه، طبيعه البرودكت والخدمات اللي تقدمها له، تمام؟ يعني ايه الحاجات انا عندي دلوقتي الكلاينت معظمهم بيسالوا دايما دايما على مساحه الجاردن. خلاص دي حاجه كل ما تفهم الكلاينت اكتر، كل ما انت هتعرف تترجته اكتر، كل ما تعرف تقدم وتختار بروجكتس تقدر تناسبه، تمام؟ طيب خلاص احنا شفنا الجزء ده. ايه الاختلافات ما بين ما بين الكاستمر نفسهم؟ ايه الحاجات، تمام، المستخدمين نفسهم مختلفين ما بينهم؟ يعني مثلا كده نكتب الزوجة، مثلا الزوجة بتفضل ايه؟ لو انا مثلا بشتري، لا بتفكر في الديكور والمساحة. طيب لو جينا مثلا بنتكلم في الأبناء، المدارس أو طبيعة الصحاب، تمام. طيب لو جينا بنفكر مثلا في الزوج نفسه أو الأب، تمام، لا هو بيفكر في الفلوس، هيدفع كام الأقساط وعلى كام، تمام. طيب ده الجزء بتاع طبيعة اختلاف العملاء، طبيعة اختلاف العملاء، كل واحد بيفكر منهم في ايه. ما ينفعش مثلا اكتب كونتنت اوجه له للاب واقول له خد مثلا ديكور مختلف على مزاجك، اصلا في رجاله كتير ما تبقاش عارفه فرق الالوان من بعضها، فانت ما تجيش تكلمه في ديكور، تمام. وده من الحاجات اللي بتقع فيها دايما شركات، او بيقع فيها مسوقين كتير، اللي هو بيكلم ممكن اكلم الاب على ان هو في مدارس انترناشونال، حلو. طيب ده هل ده موجه صح؟ موجه صح. في مثلا، تعالى مثلا في اب مثلا ممكن تكلمه مثلا على كده القرب المكان من الشغل، الموقع، من الشغل، تمام، قرب الموقع نفسه من الشغل، تمام. فخلي بالك لما تيجي تشتغل، احنا لما تيجي تشتغل على بروجكت او تيجي تشتغل على كلاينت نفسه وتيجي تدرسه، لازم تفهم طبيعة كل شخص فيهم، طبيعة كل الناس اللي بتشتري منك، تكون فاهم احتياجاتهم بشكل كويس، وبتفرق ما بين اب الام الزوجه اللي بيشتري لحد تاني، الكلام ده كله، تمام. طب هل في حاجات تكميليه؟ في حاجات هو بيحتاجها تكميليه زي التشطيبات، حلو. هو خلاص اشترى منك، هو محتاج يشطب، فدي حاجات تكميليه. لو انت اشتغلت على التشطيبات، او اشتغلت ان احنا ممكن بنشطب لك او بتاخدها من شطابه، او بنسهل لك موضوع التشطيب مع شركات بارتنر ما بيننا وما بينهم، خلاص دي بتبقى حاجه كويسه. فدي حاجات تكميليه، حاجات تكميليه، هو بيحتاج منتجات تكميليه. طيب هل في تاثير على البرودكت نفسه او على البروجكت بعد الاستخدام؟ لا، احنا ما عندناش الكلام ده في الريل استيت خالص، ولا بنشتغل على الكلام ده، ما عندناش الكلام ده في الريل استيت، او مش بنشتغل على النقطة دي. طيب هل انا بقى دلوقتي البرودكت لما انا هشتريه، انا دلوقتي هشتري البروجكت ده او هشتري القطعة دي بتاعة قطعة الارض دي، او هشتري الجزء ده، هل انا بقدر ان انا اشتريه علشان ابيعه؟ ده في حالة المستثمرين، حلو، في حالة المستثمرين انا لو مستثمر او ممكن اشتري عشان ابيع. طب لو انا مشتري عشان سكن، تمام، يبقى انا لا مش هقدر ابيعه. فهنا لازم افكر كويس جدا جدا في طبيعه الكلاينت نفسه، ايه الفرق ما بين المستثمر وما بين اللي واخد يسكت. عشان كده لازم اكون موجه الكلام ده في الاعلان. ساعات انا كده مثلا اشتري او اعمل اعلان، وبعد كده يجي الكلاينت يقول لا ده انا عايز اصلا استثمر. طيب حلو جدا، طب يبقى انا البروجكت ده مش ملائم بالنسبه لك، لانه مش اعلى استثمار، او ده مش عائد استثماري كويس، فابتدي اوجهه. طب لو انا مشتري عشان سكن،
تمام، واصلا هو الاعلان استثماري، لا هو انا مش هعرف اسكن في المكان ده، مش هعرف اسكن في المكان ده، انا محتاج مكان تاني يكون مناسب ليا. فانا لازم افهم معظم الناس اللي بتجي لي اصلا هي عايزه تستثمر ولا عايزه سكن، تمام. فانا لازم اخد بالي وافكر كويس جدا جدا جدا، هل عندي مشكله في ان انا افهم العميل، في حاجه او في سؤال من دول انا مش فاهم العميل دماغه رايحه فين في الجزء ده ولا لا، هل انا فاهم طبيعه الكلاينت والبرودكت او البروجكت اللي انا ببيعه ايا كان ايه هو والريليشن ما بينهم، هل انا فاهم ده ولا لا. ساعات كده بنشتغل على اعلانات او بنشتغل على تفاصيل للبروجكت، وفي الاخر بنلاقي البروجكت اصلا رايح في حته والكلاينت اللي جاي هو انترستد في حته تانيه.